القرية هي قرية و... متأسسة أساساً على آبار، هذه الآبار انحفرت سنة ألف بشكل... وتسعمئة بشكل الطريقة التقليدية، و... وفي سنة خمسة وخمسين انحفرت بئر بئر ب... ب... اسمنتية، وهي اللي قائمة الحمد لله حالاً، وهي بئر رعوية بامتياز. تاتيها الحيوانات من كل مناطق الوطن من الشيري ومن ومن البراكن ومن التراز الغربيه كامله ومن الترازة الشماليه منطقه تاوكار ومشتيل وحتى ان في بعض السنوات كانت المناطق الشمالية الشماليه من موريتانيا كيف داخل تنوايبو وتير الزمور بعض مواشيها ترعى في الفصول اللي تعود فيها تلك المناطق قاحلة كي تفصل الصيف عادة وفصل الشتاء وفي سنة 2004 نظرا للضغط الواقع للبئر الوحيدة اللي كانت عندنا حفرنا بئر أخرى واستفدنا أيضا من مشروع مشروع الحفر الياباني بئر توازية يدوية وعلى جهود الحاضره تم اكمال النقص حيث ان اقتنينا ماكينه وقمنا ببناء خزان خزانين خزانين احدهما سعته 40 متر مكعب والاخر سعته 17 متر مكعب وبالكاد يكفاو الحاضره اللي حاضره تبارك الله كبيره وتبعا لذلك ازداد التقري وهذه القرية اللي هي قرية المبروك بدأت بعد بعد السنوات الجاية في 73 واكتملت سنة 1978 وهي الحمد لله قرية في تزايد عندها مدرسة ابتدائية مكتملة الفصول إلا أنه نتيجة لنقص في الكادر التعليمي تم قفل تم اقفال سنتين دراسيتين والان تحتوي على اربع سنوات دراسيه منهم سنه خامسه وسادسه وثالثه ورابعه وبالتالي معنا عندنا نقص في الكادر الكادر المدرسي وعندنا نقص في البنية التحتيه بحيث اننا عندنا ثلاث فصول فقط معلمين ويدرس فيها الان ثلاث معلمين ثلاث معلمون الان هم اللي درسهم والمدرسه الحمد لله تعتبر من من انجح المدارس الريفيه اللي استطاعت انها تحافظ على نسبه نسبه تسرب مدرسي قليله بالمقارنه مع المتوسط الوطني واستطاعت الحمد لله منها من انشائها قليله تتكون كوادر موريتانيه تعمل الان لصالح الوطن منها اطباء اخصائيين واطباء عامين ومنهم مهندسين ومنهم اساتذه ومنهم معلمين ومنهم ممرضين ومنهم فنيين والكثير من الحمد لله وجد توظيف والاخر هاجر الى الخارج نتيجه لعدم وجود وظائف وبالتالي نعتبرها لا من انجاح المدارس وهاي هاي الجهد الكبير اللي المدرسي اساسا على قامت به الحاضره الحاضره هنا هي اللي قامت به وعادوا الامهات يدرسن في المساء ابنائهن اللي ما فاتوا داخل المدرسه تحضيرا ك ك ك تحضيرا للمدرسه ك ك روضه ك للاطفال وكمان هم ايضا حسب مستواهم يدرسوا لابناء اللي في المدرسة ما يع... في مادة العربية ومادة الحساب وهذا اللي عنه تبارك الله عنده انعكاس كبير على نجاح المدرسة النسبي اللي نعتبره ما أنا راضين عنه غير بعد الحمد لله نجاح نسبي مقارنة مع, الم... مع المدارس الوطنية كاملة آه... هاي الحاضرة عندها نقطة صحية متوقفة النشاط نتيجة لعدم وجود ممرض منذ إنشاء حصلنا على ممرضين ممرضتين واحدة منهن قضت هناك 15 يوم 15 يوم ولم تعد إلى الآن والأخرى قضت شهر ونصف تقريبا بالتالي رفعنا المشكلة للسلطات الجوية كانت دائما تعيد بحل المشكلة وحتى الآن نجد لها حلاً وهي في الحقيقه مشكله كبيره لان اي اي حاله مرضيه منها كانت بساطتها كالإسهال او القي الى اخره لابد من ذهاب صاحبها الى مركز طبي لتلقي العلاجات الاوليه, الأولية والاسعافات الاوليه وهي عندنا مشكله هي هي المنطقه سكنت فيها سنه 1900 سكنوا فيها روايه سنه تبارك زويا تبارك زويا ما قد حركوا عنها سنه سنه 1900 وهني عام جنصار وجاروا حاسي في شين قالوا حجار حاسي زمني بليد اللي قال السيد 10 كيلوات منهم ومن عاد سنة 1937 جاروا حاسي ملوصي اللي هو مجد حالهم ومن عاد سنة 1964 جار واحد وتل لهم بين 4 كيلوات ومن عاد سنة 1968 جار واحد وخذ هوين جبت حاله سنة 2008 عدوا شبكة ماجد اللي هي عندهم الحمد لله مشيتهم الخاص من عاد سنة, و... سنة 2000 و12 ولا 11 11 عندي انا شهر وحاس شوخ معناها هون تحس يعني يجبدوا حاله حيين جايين احنا مجهودنا الخاص شبكه مائيه بقايا وتاسس هنا سنه 1920 ولا قد حركة من الثراء ومعاشنا اساسا كان يتمركز على ال... على شو قال التنميه والزراعه ما حد الناس تبارك مع الزراعه في الزراعه في مالت حاجه اللي هي الشوامر ثلاثه وثلاثين رجال الاعمال وعاد وعندنا احنا بنقدم القراء موجوده هون وحاسين نقدم الحسيان موجود هون وعندنا مقابرنا مقابرنا موجوده وتبين حق حقيتنا في الارض وعندنا ملاكها والجمعيه يشهد على ذلك ذاك وعندنا الان عندنا محضره في قريه ساكنه وتلاميذها يزاد يوميا تبارك الله ان شاء الله عنها توري القران انها اصلا فرع من المحضره الكبيره اللي موجوده في التلميذ اللي فات جزاء تقريبا حالنا 10 دقائق تقريبا في القلاة ورش وقالون حنا خلينا الصة وساكنين هون ولا قط فاتنا هون ولا قط شارين مجزة ولا قط مع حد ولا نعبر روسنا الحكومة ما هباس ما هي نافعتنا ونعرفوا أن العدو شي مولانا وتو لابسين وعايشين مستطعنا ما استطعنا ما قط نقضوا منا ساري ولا قط الاسم مالية من مرقب ولا قط الاسم ثنائية ولا تايبين المولانا وطايعين له هذه القرية اللي احنا فيها محقة لها هون سكانها هون في المنطقة محقة لهم قرنين الله لا يرحم اللي هم هون تألف من حسيان وصون داجين مساجد ومحاضرة كبيرة ومدرسة متكاملة وعدد سكانها راكم شفتوه وراكم شفتوا مولي عدد حيوانات وقطعا ما فيها شخص واحد عالم به عنده ذا اللي يقولوا له في سيبر آه ما ماني عالم به حد من هي يرتضى وهي واحده من الدوله واعتمادها على ذا اللي قال التنميه الريفيه وهو هو اقتصادها الحمد لله بالناس في هنا ما توها تبارك الله لك سمعت التراب اللي هون كانوا في هذاك رجال كبار وهم هم اللي كانوا هم, ساس الاحوال في هذاك اسمع وتوفوا ما قالوا محمد سيدنا والشيخ حمدي وفي واحد محمد سالم والشيخ الشيخ محمد سيدنا وهنا يعقوب ولا الشيخ وكان عوارض احنا والسيد السيد احمد غلام كان هون وكانوا هم هما الواحدين في شهر الحسين هما اللي عدلوا لك اسمع كامله وياسر تبارك الله من الناس ياسر منه مات، مات ما غير لما يذكر، وياسر منه مساء و... و القرية الحمد لله فيها آلاف الحيوانات، شكل من القرية نفسها، وفيها أضعاف ذلك هي اللي دائما ترعى موسميا، و... وفيها اللي ثابت قاع خارج القرية، آ... القرية الحمد لله فيها أنواع المساكن كاملة، أنواع المساكن كاملة فيها. اللي صار اللي عندها مبارات وفي اللي صار اللي عندها ديار، وفيها اللي صار اللي عندها خيام، واللي معتمدين عليه هالحيوان، اللاتاه التنمية، وحيواننا، أك اسمعت، من ما يبقاوا الوسراح وقاع كل الجو، وقاع ما واحلوش، إلى مثلا، ياك اسمعت نقللوا إلى الأبواب اللي نقالوا عنهم حنا هذو، ما نعرف الأرض اللي لا نقيسو، أك اسمعت، واللي واحد فيها اللاتحيوان، ما ما هبة صرف ولان هذا سمعت حرث هم اللي طول دار التنمية دا دا وساكنه هون وساعد يخلقنا اللي هون وهو سابقا تنميه الله على على التنميه وتحدنا عند عند زوايب اللي قال من يحصل فيه ما في كذي وتحصيم ما يحصل بيعها وشاد بيع حاجياتنا الدول الحمد لله قليل اللي عندنا من الناس تشتغل شغله ما عندنا حد يشتغل فيه قلت بعض الناس تالي وقراتي طولي قال انا بس توظيف قاع ما تخالي عند ياسر من الناس اللي يتكاوس ما هو واحد يقال الاساس اللي اللي مركزين عليه ما عادش شنو قالوا التنمية العمارة جا سنة 1970 اللي خرج الشباب خلي الحيوان كل حد بقى عنده بقرتين والله هذا والله لاقى والله اثنين وتم ينميهم ولا يزداد حيوان قال راجل بقى عنده بقرتين الحمد لله عنده مية وشيء من اللي بقى وعايش فيهم ما قط فتح بوتيك ولا قط اشتغال الدولة ومقوم على راسه وهو كسائر الناس كامل وعند الثروة الحيوانية اللي عندنا حالة في نفس الوقت حاضر عندها 3000 من البقر وعندها يم 700 من البل وعند الفين من وعندها يم 2200 ولا 300 من الغنم وعندها قدر من الخيل وقطع كما لا على الله وعشرين قالوا تنمي الحمد لله سادة حاجياتها الناس تبغى اللي كان خارج يقول تبغى لا اي شيء بعد منها مثلا عندها شيء من المواشي لا بد لهم من الارض وهي ما هي صايبه عن وما سمعتوا قطع ضار بينا ضار بشي جالس يقول المقاطعة حسب اللي ظاهر واللي معلوم ان جنوب هذاك انت سمعتوا انه منطقة زراعية اصلا للزراعة والشمال هذاك انت سمعتوا منطقة رعوية فيها تنمية الحيوانات وفيها كثافة بشرية و و و, و... وتعتمد اقتصادات اساسا على تنميه الحيوانات كنا ظاهرنا عن ما يلط يقلب يقلب أنت سمعته لتنميه الزراعه على النظره للتنميه التنميه الحيوانيه لان الزراعه عندها منطقه شاسعه أنت تقول تعدل فيها وهذه منطقه صيفة الجهه الحمد لله الناس من جميع ولايات موريتانيا من ومن تيرس ومن تسمعتو غرب تسمعتو الولايه ترارزه وهي اللي تلجا لها الناس كامله لانها هي اللي ياخذوا دائما الحمد لله هي تجبر امطار وياخذوا فيها بعض من الاعشاب اللي, اللي الناس كامله تتراد فيها فيها ناطق اللي متوفر فيها فيها مناطق المياه اللي متوفر فيها الشراب والاستقرار تسمعتو المنميين. إيش لهم جميع العارفين بالامان. وبالتالي يرغب فيهم دائما طلباتهم مطروحه موجوده بدون انهم يقدوا للناس اللي تعرفش البقر والغنم والبل واللي تسقي واللي تعدل جميع الاعمال اللي مرتبطه بالتنميه التنميه الرعوية يعني ما هي ما هي مشكله البطاله ما هي اللي احنا عندنا نقدروا عندنا في المنطقه فيها بين اللي نقولوا له مراي، اللي نقولوا له الراعي اللي نقولوا له اللي يبيع الحشيش باط وذا اللي يحلب وذا اللي يسقي انا فيها تقريبا 2000 زياده وعنها وعن ما شاء عن الله عندنا قدر من الحيوان فهم موجود وعنا دائما ينزلوا علينا حول اهل البوادي وثم يشربوا من الحاسي الحيوان يشربوا من الحاسي دائما وكغيرنا و... 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 من القرى يتضرر زمن المدرسه يبشوا عن بعض الخيام يمشوا يمشوا شهر شهور يقراوا المدارس ويرجعوا رجعوا من الزمن الباديه والان عندنا سيد مشيد فيه الحديد وسموه وهذا يدل عنها قريه موجوده وعنها ساكنه ولا يحركة. هي حاركه راكزين هذا هاي الشمامه اللي منين اللي من هالشيء هي تسيل دائما من اللي البحر منين من اللي تسير تسيل ولا ما نختار معاها هي هي دا عايشين فيها والله شويه عندنا مولي النمو كي قلت هذه القرية عدد سكانها يتراوح ما بين ألف و وألف وستمية حسب المواسم. بيلي هاي القرية تكون من قرى من من أسر ثابتة مع التنقل وأسر نتيجة لظروف الدراسية وهي الأقل تقريبا تقدر بربع القرية اللي تكون من مئتين إلى وستين خيم أسرة. <applause> احنا هذا اللي هون ما فينا حد ما عنده عشرة جداد سبعة لكن تسمعتوا مدفونين هون لا فينا احنا اللي ماشيين مري ما فينا حد ما هو عنه يندفن هون به بهاللي هي طبيعة الحياة نحدد المنطقة اللي خلاق فيها اللي هي اللي عرف أه يعود مرتبط بها بشكل ما 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 ارتباط ما يقدر ويجبر فيها راحة روحية ما يقدر يجبرها في ويحك فيه تراب ووالدي فيه اسمع اسم. ويحك فيه زي الحمد لله ولا نبقى ولا نبقى المشروع يتغير طالبين من الرئيس يبعدوا يعني عنا الى هذه هي خير من المواشي والحراث <applause> ظاهر لي عند المجتمع <سؤال> اللي جبرنا اخباره عنه ماس من مصلحه المنطقه احنا كاملين نعرف ماسين مصلحتنا ماسين مصلحه المبروك والشباريه والمنطقه بالمنطقه حالتها واحده المبروك من هون يبعد منه 15 كيلو الحيوان اللي يشربون يا ساحه عندنا مبروك من الساحة وحيوان المبروك يحصلون احنا هون ويتضرروا يخلق المبروك خلقنا احنا بين اللي منطقه واحده والرشاد عند ذاك مشتاق نفس الشيء بين معاها بين معاها سبع كيلوات وهذا كان لا سر حيوان المنطقة معتمدة أساساً على الشيء قالوا تنمية وقطعاً المشروع مشروع فيه ضرار مثلاً ظاهرة قضيته وأنا قاعد قالوا بنقبة يثرو الحوانية اللي عنده الموريتان عندهم حالاً واحد من الشعب لا بين اللي حيوانه عايش فيه وبين بين العمال اللي عايشين فيه اللي دعام لهم ما تنجب قال اللي فيكم قاش قلت كري الحمد لله الناس كانوا واحد واحد قابل أن بنقبة قاع من 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 الثروة موريتان قاعد تختار شنو إلعاد دور, المواطني دور المواطنين يشتغل المواطنين مشتغلين إلعاد دور المواطنين يروحوا المواطنين واحدين إلعاد دور مثلا الأرض تساهم ما خارج استثمار الشيء أهم مدري مدري في حاله وقابلنا بذم الحيوان وذم المواطنين هو أنه فرضت الحكومه عنهم معدل المشروع الحكومه هي مرجع كل شيء به نحن والتراب وذكاء كامل الحكومه الحكومه هي على كل حال سيد الذكاء منه وحنا كل شيء باقي تعادلوا تعدلوا يا غير اللي عندنا مش لا عندنا الحكومه عندنا عن دارنا وبين يعني واحد لا يتنم هي والله اللي عن الحكومه بالليبيا الحمد لله رئيسها على كل حال ما هو عارف مواطن ولا يبخل شيء ملي ما اللي وعن رئيس فقراء ورئيس المضل. رئيس المظلومين مضل. مضل. وقطعا الاساس هذا عن احنا بجري له حقيقتنا وقايل له بحال الواحد عن المشروع وقطع عن دارنا دارنا, دارنا مثلا ما هو نحن وحدنا المنطقه كان دارها وانا طالب من سياده الرئيس بص ولزم نفسه مسؤوليه الشعب الموريتاني كلكم راعي وكلكم مسؤول عن هو مسؤول حقوق حقوقنا وقاطعنا فيه النبهلك وفينا الضرات وقطعنا بجنو الله تبارك تبارك تعالوا بجنوب للرئيس اللي هو المسؤول عن مسؤول انا بالدرجه الاولى الرئيس وهو معلم وطالبين من مبهنوا على ومعلمين بخطواته علينا وطالبين من يردوا عنه ولا ينقول هون عن خالق كلمه تقولها الناس عن ذا كلام المعارضه احنا ما لنا معارض لا قطعنا عن المعارض هاي المنطقه من عهد ابن الطايه جيب حزب الجمهوريه لا قطعت معارضه خارجين مثلا انتخابات يعدوا للنواب ويعدوا العمد يا تعود خارف في مترشحين غير بالنسبه للرئاسيات ما قطعت معارض ولا يوصف احد انه معارضه خارج الناس يقول كيف كلام كيف كلام النواب نهار هذا وكان الوزير قاعد يشمل المعارضه ويدور شيء مثل ما هو صالح للشعب احنا ما لنا معارضين مصلحه الشعب انهم بقوه يا غير موريتان عندهم التراب اللي ما هو صالح للتنميه ولا فيه كم من الناس ولا فيه كم من الحيوانات اللي قد قاعد اللي شايف الواد تعدل ما هو يوم احنا اللي يقطع اللي احنا فيها شريط من التراب طوله اكثر شي 30 كيلو، وعضو اكثر شي 20 كيلو، وهي قطعا منطقة رعوية ومنطقة عاطية ومنطقة دائما خاصة. قطعا حيواني شيري يرتعهم وحيوان الدراري يرتع وحيوان التاج يرتع لا عندي حيوان حيوان شيري ما هون به الحمد لله يرتع. يا كان بعد سنوات الاخيرين كاملين باطين كاملين، قطعا البقريه هون تستقطب دائما 7000 و 8000 من رؤوسهم وكذلك من الأقلم وكذلك من البقر جاي وفد من الجهات كاملة معناها عن مد تخرص المصلحة وعند هذه المنطقة دهية وهي نوع من الثروة وفيها من المواطنين اللي كانوا عايش ما قطع حق ضروري للدولة ولا قطع عدد الرواية يكون رواية, كل رواية تعدل يأتي يعني الدولة تخرص تبعين الاعتبار وطالب من السيد الرئيس عن يرفض المشروع تطلع منه لمصلحة المواطن البسيط عن يعرف عن هذا المتضرر من المواطن البسيط جميع المنطقة عموما متضررين منه وانا هو سيد الرئيس حرصا منه على مصلحه المواطن يلا يعني يرفض المشروع ونحن نعرف عن السلطات العليا في البلد اللي هو سيد الرئيس بالذات ما واصلوا ما الحقيقه الحقيقه اجبار واحد الواجيش واحد الواجيش ما هم ما يخلصوا مصلحه المواطن ولا هم من المنطقه وقالوا الخبر ما هو موثوق وعن حد جل المنطقه واجبار اهلها يشوف عن المشروع ضرر كبير عليها وحلاقه هون ترى اسمعت والدين هذو هما ومدفنهم، هم أكا سمعت، ساعة اللقنا الحمد لله هذي ترى هي هي اللي واحد فيها وعايشين فيها، ومن التنمية عندنا شو من الحيوان، أكا سمعت هو اللي واحد فيه، أكا سمعت، ونختاروا هاي هاي المشروع علمنا الله أنه ضار بينا، أكا سمعت، من اللي ما عندنا حالة كذا اللي واحد فيه وهذا إلى مشروع المشروع لا ي- قاضي لي. وطالبين من الرئيس ومن الحكومة، يمزروا عندنا شورجيه صوح علينا عليه. ياك سمعت ما عندنا له حال ياك سمعت ونحن الحمد لله وحقنا وائلنا وائل ذوك هذا هو كاملهم الترابق لا فيها وشاري فيها الحسياء، اصبح عندنا فيها ياك سمعت الربن وطالبين ياك سمعت الحكومه تكحص على هذا المشروع وتو وداخلين على مولانا من نضروا حد والله يورنا اللي ضارنا واحد وضرنا من مقابلين مع طالبين مولانا يفرج علينا والطالبين الا مولانا شوف رأيهن ترنا حد خلاص مخلصتنا دولة رأيه ما معطينا طب رأيه ما معطينا قراية ما معطينا بعرة يسوى نفتها ولا خاري ولا أنا نعب روسنا رازقنا الخلاقنا هو اللي رازقنا وكنا عندنا شوي من الحي واحدين فيه نلعبوا روسنا ما انا ما انا بشي مداخلين من لا لا روسنا وعايشين فيه ما استطعنا تو ايوا قال لنا هذا اللي ما انا قاعدين نطيقوا ما انا قادرين نطيقوا ودايرين بعد بصارنا لا شهر اللي ينفعنا لكن والله. اللي هو الله اللي سلط علينا من عبيده هو اللي قد يكدوا قطعا عنها هذا المشروع يحتسب عنه مدمر بالنسبة لاقتصاد المنطقة، وهذا بغض النظر عن الارتباطات النفسية مع الأرض، رجايش خلق فرض وخلقوا فيها وايد وخلقوا فيها وايد هاك، وفيه موتاهم وفيه أحياء، تميل هي هي حديقة لواحد واخر في الحقيقة هذا يقدر يعود ما هو ما هو منصف حتى والله والله ما هو والله ما هو مع أن فهم قناعة. بالقيادة القيادة الوطنية وخاصة الرئيس وخاصة معالي الدكتور محمد الاخضر ولا هي ترقيقة بسجد الوالي قطعا ماهم لا يعدلوا هم لا يعدلوا رواية ما هي وحدة فيها مصلحة البلد إلا أننا هذه القضية بالذات تنصر بنظرة عود متكاملة ما يخرص منها لا جانب واحد وفعلا بدء اتصال بالمواطنين والله بالساكنة. غير عاد فيه قدوا نقولوا عنه يقولون مصارع عنه ما تسافر الامور والله الطبيب بعد الموت احنا جاونا فاتوا وقبضوا قرار وقرار مولي قرار سامي ومن الغريب احنا سمعنا وحدين يقولوا عن الارض ما هي مسكونه وعن الارض عنها ارض قاحطه وهو بعد يقولوا يقول الموريتانيين والله البيضان منهم عن اللي كانوا بعد الشودو، الأرض ما فيها 10 كيلوات ما فيهم قرية كبيرة قديمة، ولا فيها 4 كيلوات ما فيهم مقبرة كبيرة، ولا فيها هم اللي قرية ما هي متكاملة، وذي اللي فيها من الحيوانات، قطعاً مد رشيدة وها ما تدبر من يدبروا كاع معينا في تقبض مشروع آخر، ثانياً، هذه الكلمة قلتها قلت ولا ينكررها القرى المتضررة من هذه من هذا المشروع هي قرى من جماعة واحدة وهذه الجماعة نأكدوا وعندنا عليها الأدلة ولا نقولهم عنا مستهدفين من 78 عليه من بداية الأحكام العسكرية احنا مستهدفين لكن كنا ننتظروا أننا نجبروا الإنصاف في ظل النظام وما زلنا ننتظروا نعرفوا عنا ندوروا بين اللي في ظل النظام ما راجين هذا المشروع احنا ما لنا طايقين وما عندنا له حاله والله اللي عندنا الوطن لأنه انه نحن عنده علينا حق غير مولي عنده حق عندنا نحن حق عليه هو اكو اللي يا العلاقه اللي تربط الوطن بالمواطنين ما هو الا تم الدوله تعدل وتم المواطنين يقعوا تحت تاثير ذاك ذاك الفعل يسوى كان سلبي يسو كان ايجابي إدارة الدولة تم دائما ترعى المسائل اللي تعود لإج... تعود المحصله الإيجابيه فيها أكبر ما تكون بالنسبه للدوله وبالنسبه للسكان ل... المحليين في أي مشروع معين. أخيك الفرار وعندي عندي من الرحيم كامل فيها زايد زايد درك على 100 سنه الحمد لله و... و... وعندي شمول من الحيوان ننميه وعندي حريه نلزم فيها شمس الكاس. هذي هي صيف ضعيف وطالب طالب من الرئيس خلينا هاني في ارفق بين طالبين المعاش هون وحنا طالبين المعاش الا هون ما بطح لكم على شيء كون طبطات السحاب ومشينا على شيء حوالنه من تبطلوا رشوهن غلبنا فيها حوالنا به الخبر بهم اذا عندنا حركه على طالبين انه رفض عنا المشروع اللي ما عندنا الحال ما عندنا جهد عين قيس خاطيهم ما قلنا حرم لنا لا حرم لنا صفر شهر سين قال والله شهر ترى احنا بسمع لنا نصد <applause> ما 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 عندنا شيء لا هو خرصهم اللي هو سن رئيس الفقراء اللي هو سن اللي فيه ولا بدلوه بعد بهم هم ما بيدرو فيش، لا أقول عزون روسنا إن لا مث مث نوتو ما إنه فينا، إن مث ما, دلو ما, دلو ما قلقل قلقل هو هو عندنا شيء ما عندنا ما ق ما قدونا قلبهم لأن هو مولي هو قلنا ما عندنا كل ذاك اللي طالبين منه هو تو في أنا ما قطعنا بشي اللي راك من الشهر ولا الشهر تمين ينقال إن الدولة عاطي اسم من التراب الواحد ينقال بالراشحي ومنين ثقنا جينا الحاكم أعطنا خريطة عندهم من التراب قلنا لهم ما قطعنا بي أما دي في ترابه مد مواطنين موريتانيين ساكنة في التراب ومعدل الحسيان ومعدل الرباين وباني المدارس وتبارك التمين قال بسم الله يا راح هم ما راحوا لكم احنا حد حد خالنا ناخذ كيات منهم بالنسبة لنا احنا قاعد ما رحلنا رح حد خالنا نحن الامور قال نمشوا بلاش جنيه وقال له برو وقال الناس كامله انا اصلا ماني مباشر عند قد ما كانت ساكنه في التراب هي ومعادلة فيه اللي فيها نوع من الاستقرار تعدل فيها اجتماعات الدوله تعود علمتها وتفاوضت معها وشفت معاها أخبار ما هاد دقائق قبل تقرا وش اللي هي تعود نحن اهم ما عندها ما اللي كامل يتبارك معها بها اللي دفع عندها المسرح مسرح المواطنين ونحن مواطنين وهاي ترابنا معتزين بها ولا قد صدنا معها معناها الدوله هو ايش بعد قال تجينا استطلاع مثل حقيقي تشوف 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 الترابط تشوف من الناس ما تمشي رجال ما عنده خبر عن شيء احنا ننتقل انتقلنا للوالي معناها الحاكم قال إن قال زاوى خمس بعثات انا من نفسي قلت له انت الوالي معناها الحاكم او البعثات خمسه اللي قطع قلت ما قطع النبي ولا قطع وقت وقف ما قال زادنا وقت قالت انا جاي مشروع الحكومه على تعديل المشروع ولا قال زاد عنها تعدى الدراسه تم جاتنا روايه صوره معدل قدر من تابع عنه من قبل يعدل في يعدل في مشروع. قال قال ان اللي هو منين جا الوالي عاقب ذاك وجا الوزير قالوا احنا مشينا خمس بعثات واتصلوا بنا قلنا له بعثات البعثات الا ما قطعنا بواحد منهم. إلى عادوا مشوا الحاكم الحاكم قصر بأخبار اخبار ما بلغنا روايته. واللي عادوا مشوا حد اخر احنا ما شفناها مريحه. جا وعد احنا اللي فيها اللون اللي فيها تعالت واحد واحد الخيط اللي اللي معدلاتها ومرقم البيضات اللي اللي واخذ عليهم دول اخرى ماهيش مليح وقطعنا من ساعة على علمنا بها اللي احنا بقينا نبرقوا الدوله عندنا دارنا قطع الوزير الوالي الوزير قطع جينا نهار التنميه جي اللي في لقاته وقلنا له عندنا قطع فيه نظره واضحه وانا طالب يعني يرفع عنا وجان الوالي هون معاه وفد وصح لنا ياسر مش صح قال صح اللي قال قالنا قال بالنسبه لنا احنا ما انا مستوعبين مستوعبينه ولا انا قاضي مثلا بالصيف هذا اللي عند الفهم اللي عنده ولا ما هو فهم عندنا احنا الفهم فهم عندنا عندنا مستوعبين جو عن الناس ضرت كامل والضرب الحيوانات اللي قايسين الامور الامور الماضيه نعرفوا. نعرفوا عمو الحريه تخلي من يعدل زريبه على ذاك العلم. لا زريبه زريبه اللي يعدل فيها حيث موسم حيث الخريف. تضرب اهل الامور تضرب اللي حريه ما حد حد يقدر قال. يوم قويا 37 كيلو طولها و15 كيلو عرضها مزربه بقرياي وقابلها رجل اعمال ما خارج ما هو مواطن موريتاني من درس كيف معاملته مع معنا احنا. حد قال نحن ما هو دارنا ما على كل حال ما يمس المعقول. انا يقول لك انا يوم خوت انا من الناس وانتم ما يضركم ما اقول لك عنه تحصيل حاصل ما ما مشي خالي ترى بدعات لا بد لهم تنكر يكلوها احنا حسب اللي قالنا عنها من يكري هو جينا لكل من اللي فاصلين فيه ومرتعين عليها ومنمين عليها ومعنا مولي نرجع هون ونقول عنا عنهم هم اهل مكه وادرابي شعبها نعرف عنهم يعدوا لا روايه رشيده وهذا يفتنا قطعنا في خطوات من الكلام والنقاش مع الإدارة الإقليمية وما زلنا لا في ذاك الصدد بوصف واحدة من اللجنة لا ما زلنا إن شاء الله تعالى عندنا مطالبنا نطرحهم على 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 اللجنة على الإدارة الإقليمية في وقتها المناسب يا خير مولي من هذا المنبر طالبين بالقيادة الوطنية وخاصة فخامة الرئيس محمد عبد العزيز خاصة الدكتور مولاي محمد الأخضر بنهم القضية ينظروها شوية بعين الاعتبار ويشوفوها ويظهر لي عن ليس من رأى كمن سمع ويظهر لي عن هذا في الحقيقة هو اللي نقدر نقول لهم ولأنه معارضي خلينا نرجع نقوله لعله نصنفه عنه معارضي أنا ما أنا معارضي لعله نصنفوا عنا حقوقيين ما أنا حقوقيين إحنا موريتانيين شمن من الرعات وشو النماية ولا فينا واحد يقتضى راتب واحد من الدولة عايشين على حسابنا وقانيين عن الدولة وشفتوا من المال اليوم عندنا شفتوها عند الحسيان وشفتوها عند الرباي نختار الدوله تنصفنا في هذا المشروع اللي هو تمني لي جاتني الرزيه اللي ما عرفنا اخبارها شنو لا قال ان ترابكم اللي مبيوعه احنا ما عرفنا موريتانيا الله ينتبه عن تراب ما هو الله تنباع هذه تراب موريتانيا الله يقوموا فيها كاملين ولا هو الله تنقلع القليعه ما هي خارج والله ينقال قال عنها ما يخالق أمه هي إلا هي الخالق يا الله يقوموا فيها الموريتان موريتان فيه طالبين من أهل موريتان يقوموا معنا ويردوها عن أن, إن إن والله يخلق نخلوه أنهم يرتد عنا أن والله يخلوه معانا إحنا ما لنا قابلين ولا يسكن على روسنا استاذ المشروع ما يسكن على روسنا مثلنا نتنفس والحلول موجوده كثيره طبعا المستثمر الاجنبي لم ينص على منطقه منطقتنا احنا وحدها ما قال بمنطقه الفلانيه اريدها وفقط حسب اتفاقيه بينه الحكومه ان توفر له 54 الف هكتار وهي يمكن توفيرها في في منطقه المنطقه المحاذيه للنهر بسهوله وباخذ اراضي غير مأهوله حقيقه عكس ما سمعنا من بعض وسائل الاعلام ان هاي الع... ان بقعتنا هذه غير مأهوله، هاي البقعه مأهوله والحمد لله من قرون كثيره هي مأهوله ومقابرها تدل على ذلك، مقابر تدل على ذلك انها مأهوله. وبالتالي نرجو من السيد الرئيس ان يتدخل لي لحل هذه المشكله. وسمنا مواطنين ومضرين نختاروا لكن تسمعته رئيس الجمهوريه. يرفع عنا الظلم الى عاد عالم بدأ يخرصوا ينظروا بعين الاعتبار ويرفع عنا الظلم الى عاد ما هو عالم به يعلم به ذلك تسمعته وهذا في الحقيقه لانه هو اساس رساله تسمعته قريه الرشاء بالنسبه لها باعتبارها ان هي من اكثر المتضررين اذا انت سمعته والمنطقة كاملة متضررة التضرر يقين يعني عنه ما هو قاع لا حد في حدود انت يعني سمعتوا الرشاد والله المبروك والله الشبارية والله بريكلي والله بوتن بسكيت والله العكريش والله اللقات والله امباي وباي قوينيته التضرر مثلا الشامل الشاملة يعني انت سمعتوا شرائح كثيرة من المجتمع بين اللي فيها الناس اللي كانت انت يعني سمعتوا في الخريف في تيرس هي يعني جاية يعني سمعتوا لا تجبر الشراء ولا هي تجبر المرعى على اللي. هنا تيها في وفيها الناس انت سمعتوا اللي جاي من كرمسين لاي تجربه وفات لحقت دون أه المزردره جايه توجه لهون اللي هو الملجا الاخير اللي عند الناس اللي تجا له انت التنمية تنميه حيواناتها والديار الاعشاب انت اللي ما هي متوفره انت سمعت بكهرب بولايه الدرز هذا أه نختاروا أه تنظروا أه القياده انت سمعتوا بعين الاعتبار و... وترفع عنا الظلم من اللي ظاهرنا اننا مظلومين عن مقاطعه تركيز على هي اكبر مقاطعه موجوده في ولايه الارز وعنا تتالف من خمس بلديات وذو البلديات الخمسه احنا اكثر منا منهم ثنتين واقل منا منهم ثنتين وعندهم مقاعد برلمانيه هذه المقاعد البرلمانيه ما بقات بلديه ما جبرتها مرتين والله لا الا بلديه احنا وحدها ما قد جبرتها احنا دائما الحزب الحاكم هو القالب فينا الى حاله ثانيا من ناحيه المشاريع جاء وسابق ذي المشروع مشروعين والله له جاء مشروع ركيز الساحلي تمويل من البنك الدولي عن طريق الصنادير وأستاذ ياسر من الأرض وتكلف ياسر من المال ونعطى للساكنة ونعطى للملاك التقليدي جاء المشروع اللي بإشراف السيد الرئيس اللي يعدل اللقابات بقمون ونعطى للساكنة والملاك التقليديين. راعي مشروع ركيز الساحلي اللي يمول البنك الإسلامي باتوا بلقوا الساكنة والملاك التقليديين. احنا مشروعنا والله ترابنا أعطاه المشروع الرجل أعمال تسعة 99 سنة ثانيا اختار اللي نلفت انتباه الخبراء الزراعيين عن العاد فهم تخوش من مجاعة عالمية أم تم تخوش من, 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 فقدان المياه الصالحة للشر وهذا المشروع اختار أمتن بليدة أكثر بليدة فيها, فيها بحيرة الأرس احنا اللي قالنا عنو لا يسقيها من النار نقولوا عنها ما تصح ولا تقدر تصح هم اللي قالنا عنو لا يستنزف ميه ترازه والله بحيره ترازه اللي احنا نشربه منها هذا في الحقيقه لا نعودوا تراطنا شوي في هذا ولا يالتنا تنا نقبلوه ولا يالت قيادتنا تقبلوه ولانا معارضي ولانا قابلين المعارضه تدخل على الخط ولانا قابلين الحقوقيين يدخلوا على الخط احنا ساكنه ونتكلم مع قياده رشيده حاكمه علينا ولا هم بينوا لهذا اللي ندور ولا هم بينوا لهذا اللي تخوفشوا منه وكامل يقيننا بان لا يتعاطى معنا السلام عليكم ورحمه الله انا قال لي محمد سالم من الله واحد من سكان قريه الشباريه آه نختار نبين على قريه الشباريه هون موقف الجماعه مثلا من المشروع اللي ذا هو اللي راه هو قاعد يتكلم عنه الاخ سيدات مثلا باسهاب وبين فيه ذاك اللي يلا يبين غير لا فقط نختار انا فقره ننبه زيد بها رانا قط قلناها للجنه اللي شاس هون اللي مكلفه بالاتصال منها المندوب من الوزاره مكلف مهم من الوزاره والوالي لكن الوفد اللي بلغناهم بعلنا هذه الساكنة اللي في المناطق اللي اللي كامله من عند باي قايس الرشاد قايس المبروك البريكل الشباريه برسيد قاض واحد شي اسمه مقام اللقات ان هاي المجموعات اللي ساكنه في المناطق نختار ونقول لهم على هي هي الملاك الشرعيين ذي المناطق وهي هي الحايته وهي هي اللي موت فيها اجدادها وساكنه فيها الى حد الساعه ما وعلى أنهم من يعود لها يخلق فيها شيء يسوى هو شنو؟ على انها المنطقه اللي فيها هم هم اللي عبروا عن روسهم هم هم اللي يا الله يعود يبردوها على الناس والله يحموها عليهم. ما فهم حد ثاني بلغنا باطل ان خارج الجهات مثلا تقدر تتقرب من الحكومه والله تقرر فيها شيء والله تعطيها شيء والله تعدلها روايه على انهم هم هم اللي مسهلين في قضيه دخول التراب وكراهه هذا المشروع والله تعدل بهذا على هذا انه ما هو خالق الجماعه اللي هون اللي ساكنه هون هي هي المعنيه بالروايه وعلى هي لا مصلحة ولا تعدل المصلحه والله تعد الروايه الله يتاصل بالساكنه الين سعود هي هي اللي قابضه القرار من نفوسها وهي هي اللي بها قناعه بها اللي الممول الاجنبي اللي اللي يجي البلد فيه نساء والله فيه حس والله فيه روايه ذاك لا الدوله تنظر من منظور اللي يلا يعود يضمن لها على ان الروايه تمشي بسلام وتعود روايتها معقوله الى ما ذاك ما فهم حد راسلينو، ولا فهم حد منوبينه يتكلم عنا والله يعدل علينا الشيء واحنا موجودين هذا نختار كل حد يفهمه كل حد يسمع لطيف ولاني زايد السلام عليكم ورحمه الله